عايزين نجاوب على كذا سؤال في الاي. عايزين اول حاجه نعالج الجلوكوما اللي هي زياده في ضغط العين. بعد كده عايزين نعرف مين هي الادويه اللي بتعمل مايوزيس والادويه اللي بتعمل ميدريزيس. بس تعالوا في الاول ناخد فكره صغيره عن الاي. الاي فيها 3 عضلات يغصونا في الشرح. اول عضله اسمها الكونستريكتور بيوبيلي ماسل، وعليها ريسبتور اسمه الام 3 بتاع الباراسيمباثيك زي ما انتوا عارفين. تاني عضلة اسمها الدايليتور بيوبيلي ماسل، وعليها ريسبتور اسمه الفا 1 بتاع الايه، بتاع السمباثيك زي ما انتوا عارفين برضو. العضلة بقى المهمة اللي هي السيلاري ماسل، دي اللي مسؤول عن ايه، عن تكوين الاكوس، وعليها البيتا 1 والبيتا 2 والايه والالفا 2. انتوا عارفين البيتا 1 والبيتا 2 هما اللي بيزودوا تكوين الاكوس، اما الالفا 2 هي اللي بتقلل لي تكوين الاكوس. طيب من خلال الكلام اللي احنا قلناه ده، حد يعرف يقول لي مين هي الأدوية اللي تعمل لي مايوزس، والأدوية اللي تعمل لي ميدريزيس، والأدوية اللي تقلل لي تكوين الأكوس؟ الفكرة بس لحد ما ندخل في التفاصيل. الأدوية اللي تعمل لي مايوزس أكيد هي الأدوية اللي تشغل لي ام 3. مين اللي شغال لي ام 3؟ اللي هم البارا سمباس ومايميتيك. والأدوية اللي تعمل لي ميدريزيس الأدوية اللي تشغل لي ايه؟ اللي تشغل لي الفا 1 اللي هم السمباس ومايميتيك. طب مين بقى اللي يقلل لي تكوين الأكوس؟ اما الادويه اللي تشغل لي الفا 2 او تمنع لي شغل البيتا ريسبتور، يعني الالفا 2 اجونست او البيتا بلوكر. ده فكره كده سريعه لحد ما ندخل في التفاصيل. طيب يبقى الادويه اللي تعمل لي مايوزس عندنا 3 ادويه عشان السؤال لو جالنا ايه، لو جالنا انيوموريت. اول حاجه انتوا عرفتوها اللي هم الباراسمباسو مايميتيك، يعملوا لي ايه، يعملوا لي مايوزس. وزي ما انتوا عارفين بنقسم الباراسمباثو مايميتيك الى دايركت وان دايركت. والاندايركت اللي احنا شرحناه اللي هو ايه، الاورجانو فوسفورس، واهم حاجه تركزوا عليها الايكوسايوفيت اللي بيجي فين، اللي بيجي في الام سي كيو. حلو حلو. يبقى اول حاجه الباراسمباثو مايميتيك اللي هم الدايركت والاندايركت، وضرب لي مثال على كل واحد. تاني حاجه دواء اسمه الجوانا سيدين، وهقول لك ايه الفكره بتاعته. الجوانا سيدين يعمل لي مايوز برضو. اخر حاجه دواء المورفين، والمورفين ده بيجي في الام اس كيو ازاي، اقول لك مين هو الدواء اللي بيعمل لي البين بوينت بيوبل. بين بوينت بيوبل يعني بيخلي البيوبل زي راس الدبوس، اللي يعمل كده المورفين. فكره الجوانا سيدين ان هو بيمنع لي شغل السمباثيك، يعني بيقلل لي النور ادرينالين ريليز. حلو حلو. ده انيوميريشن سريع كده للمايوتيك دراجز، ما تدخلش في اي تفاصيل زياده. طيب مين بقى هي الادويه اللي تعمل لي مدريز او توسع لي البيوبل؟ قبل ما اقول لك مين هي الادويه اللي تعمل لي مدريزس، عايز افرق لك بين نوعين مدريزس عشان في ناس كتير ما تاخدش بالها من النقطه دي. في حاجه عندنا اسمها الاكتف مدريزس، وهقول لك يعني ايه، وحاجه اسمها الباسيف مدريزس. حلو حلو. انتوا عارفين اكتف مدريزس يعني ايه؟ بكل بساطه يعني رحت شغلت الدايليتور بيوبيلي ماسل. يبقى لما الدايليتور بيوبيلي ماسل تشتغل بسمي ده اكتف ميدريز، اما الباسيف ميدريز العكس بقى، الدايليتور بيوبيلي ماسل ما اشتغلش. طيب ايه اللي حصل؟ كل اللي حصل ان الكونستريكتور هي اللي منعت شغلها، منعت شغل الكونستريكتور بيوبيلي ماسل. بسمي المصطلح ده الباسيف ميدريز. ده عباره عن الفرق بين الاكتف ميدريز والباسيف ميدريز. مين بقى اللي يعمل لي الاكتف ميدريز؟ السمباسو مايميتيك يا عم الحاج. مين؟ السمباسو مايميتيك زي ما هنشرحهم بالتفصيل، اللي هم الفنايلفرين والامفيتامين والافيدرين اللي هم بقسمهم دايركت وان دايركت وميكسد زي ما هنعرف. طيب اللي بيعمل لي باسيف ميدريز الدواء اللي احنا خدناه قبل كده اللي اسمه اتروبين. اسمه ايه؟ اتروبين. يبقى عايزك تعرف لي الفرق بين الاكتف ميدريز ومين اللي يعمله، والباسيف ميدريز ومين اللي ايه ومين اللي يعمله. طيب تاني حاجه تعمل لي ميدريزس عايزك تعرفها عشان برضو بتيجي في الام اس كيو، الكوكين. الكلام ده كان مهم اكتر في العملي، بس طالما هو ما جاش في العملي فهنركز فيه في النظري. التلات ادويه سمباسو مايميتيك، بارا سمباسو ليتيك بعدها، وليه والكوكين. ما تعرفش اي حاجه زياده. طيب اخر حاجه عايزين نشرحها علاج الجلوكوما. وجلوكوما زي ما احنا عارفين يعني زياده في ضغط العين. بس عايز نفرق الاول بين نوعين جلوكوما. عندي حاجه اسمها النارو انجل جلوكوما والاوبن انجل جلوكوما. طيب يعني ايه نارو انجل جلوكوما؟ بكل بساطه يعني مفيش صرف، ما بعرفش اتخلص من الاكوس اللي بيتكون. اما الاوبن انجل جلوكوما ده الصرف شغاله كل حاجه، بس كل الفكره في زياده في الفورميشن، في زياده في التكوين. حلو حلو.
طيب السؤال هيجي لنا ازاي؟ هقول لك يا عم الحاج، عالج لي النارو انجل جلوكوما او الاوبن انجل جلوكوما. هنسهل الدنيا على بعض، ان احنا فكره العلاج في 5 طرق للعلاج فيهم هما الاثنين. 5 طرق للعلاج فيهم هما الاثنين، 4 متشابهين وكل نوع فيه ليه طريقه زياده. يبقى في 5 طرق للعلاج، 4 متشابهين بكتبهم في الاثنين، وفي طريقه زياده بكتبها فين؟ في كل نوع، او طريقه خاصه بكل نوع. مين بقى المتشابهين او الاربعه المتشابهين؟ اول حاجه المايوتيك اي دراجز او المايوتيك اي دروبس، اللي هي الادويه اللي تعمل لي مايوزس. مين الادويه اللي تعمل لي مايوزس؟ اللي هي البارا سيمباس ومايميتيك، وخصوصا تركز لي على دواء اسمه البايلو كاربين. البايلو ايه؟ البايلو كاربين. تاني فكره في العلاج الالفا 2 اجونست، الادويه اللي تشغل لي الفا 2، لان احنا عارفين الفا 2 لما تشتغل بتقلل لي ايه؟ بتقلل لي تكوين الاكوس. مين الادويه اللي تشغل لي الفا 2؟ ادويه اخرهم اونيدين، زي الابرا كولينيدين. الابرا ايه؟ الابرا كلونيدين. تالت فكره في العلاج البيتا بلوكر، ادي ادويه تمنع لي شغل الايه؟ البيتا ريسبتور، لان احنا عارفين البيتا ريسبتور لما تشتغل على السيلر ماسل تزود لي تكوين الاكوس، فانا همنع شغلها بالبيتا بلوكر. وادويه البيتا بلوكر اخرهم مقطع اسمه ايه؟ اسمه لول، اسمه لول، زي التيمولول مثلا. وهنشرحهم بالتفصيل ما تقلقوش. طيب على فكره عندنا انزيم كده بيساعد في تكوين الاكوس اسمه الكربونيك انهيدريز انزيم، فانا هدي ادويه تمنع لي شغل الانزيم ده. والادويه بتاعت الكربونيك انهيدريز انهيبيتور اخرهم الزولامايد، يبقى اي دواء اخره زولامايد بيمنع لي تكوين الايه؟ الاكوس، عن طريق انه بيمنع لي شغل الانزيم اللي اسمه الكربونيك انهيدريز. دول الاربعه المشتركين اللي هتكتبهم في النوعين. طيب بزود بقى في النارو، بدي حاجه اسمها دي هايدريتنج ايجنت. يعني ايه دي هايدريتنج ايجنت؟ يعني ادويه بتنشف لي الفلويد الزياده ده، ادويه بتنشف او بتمتص الفلويد، زي ايه؟ دواء اسمه المانيتول. يبقى هزود الدي هايدريتنج ايجنت فين؟ في النارو انجل جلوكوما. هزود ايه في الاوبن انجل جلوكوما؟ هزود حاجه اسمها السيمباسو مايميتيك، او الادويه اللي تشغل لي السيمباساتيك، لان الادويه اللي تشغل لي السيمباساتيك هتروح تشغل لي الفا 1 اللي على البلاط فيسل، فيحصل لي فازو كونستريكشن، ولما يحصل فازو كونستريكشن الاكوس فورميشن هيقل. ده فكره سريعه كده يا جماعه بدون اي تفاصيل وبدون اي تعمق. حلو حلو.